مشاهدينا اهلا بكم في حلقه اليوم من برنامج عندي ما نعاود. رغم اقرار القانون المتعلق بالتبرع بالاعضاء والانسجه اللي المغرب كان سباق ليه بين الدول العربيه واللي كان الهدف منه تقنين التبرع وقطع المجال للمتاجره بالاعضاء، لكن الارقام ديال الاشخاص المسجلين في لائحه التبرع كيف ما عدد العمليات ديال الزرع ديال الاعضاء كتبقى جد متواضعه رغم الطلب المتزايد عليها. الشيء اللي كيدفعنا نتسائلوا على سبب قلة الإقبال على التبرع رغم الحملات التحسيسية والتوعوية. ولإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى، سمحوا لي نرحب ضيوفنا اللي في نظري شخصيا كلهم أبطال وكلهم كيسهلوا بطريقة أو بأخرى تغيير الأحكام المسبقة والعمل على نشر الوعي بأهمية التبرع في المغرب. ونرحب أول ضيفة معنا لالا حسناء. لالا حسناء إدريسي قباج، أنت أخصائية نفسية كاتبة ومتبرعة، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة. شكرا لك مرة أخرى. معنا إسماعيل حميش، أنت يا صحفي محاضر تحفيزي ومتبرع بالأعضاء، شكرا لك ومرحبا بك معنا في البلاتو. شكرا إيمان على الدعوة. شكرا لك مرة أخرى. معنا دكتور فاطمة زهرة جبران. دكتور فاطمة زهرة، أنت أستاذة جامعية وطبيبة اختصاصية في الأمراض الكلي، شكرا لك ونورتينا بحضورك. بارك الله فيك إيمان. شكرا لك مرة أخرى. ومعنا عبر تقنية سكايب سي سعيد فتح الله واللي هو رئيس الجمعية المغربية لزراعة القلب، مرحبا بك سي سعيد وشكرا على قبول الدعوة. شكرا لك أستاذة. شكرا لك مرة أخرى. ومشاهدينا في البداية نخليكم مع هذا الروبورتاج. الله ما يستفد منهم شي واحد اللي مريض ومحتاج، حسن ما زعما غادي تموت ما غيستفد منهم حتى واحد. انا معاه بصراحه الله، لان شفت واحد بزاف ديال الناس اللي ديجا تبرعوا بالاعضاء ديالهم، هما الناس زعما كاين اللي اولا من ناحيه الشرعيه بعدا يعني كاين الشرع كيجيزها، يعني واحد المجموعه ديال العلماء ديال الشرع كيجيزوا هذه القضيه هذه. اون بليس واحد مثلا كيشوف راسو يعني من بعد ما غيموت ممكن ذوك الاعضاء يستافدوا منهم الناس اخرين، يعني لما لا، خصوصا بحال مثلا اللي غين بحال بزاف ديال الحوايج بحال الحاجه اللي عندها علاقه مثلا بالعينين الى اخره، يعني ممكن الواحد يعاود يستافد منهم. هي من واحد الكوتي زوينه، من واحد الكوتي اخر خايبه، حيت الزوينه هي زعما نتبرع بالاعضاء زعما باش يفيدوا فيهم زعما ناس اخرين، وكوتي اللي خايب يقدروا شي اطباء ولا ما تعرف يكونوا كي يستعملوهم في شي حاجه اخرى. دونك كما قلنا كيبقى المساله كيبقى فيها جوج ديال الشق، الاول هو الشق الانساني، لان كتقول ما كاين حتى شي مشكل، لكن يمكن تعاون واحد الانسان اخر بواحد العضو ديالك من بعد الممات ديالك بالعكس غادي تنقذ واحد الحياه. ولكن كيبقى الجزء الثاني اللي هو المساله ديال العقيده والمساله ديال الشريعه، لان خاص الانسان يعرف شنو كيقول الشرع واش كيقول الدين في هذه المساله هذه. ما يمكنش يجي غير من نور راسو يقول ها يمكن هذه القضيه يمكن نديرها ولا ما يمكنش نديرها. كما قلت لك من ناحيه الانسانيه سي تو تافي بوسيبل، ولكن من ناحيه الشرع دونك خاص واحد الراي اللي يكون هو راي ديال المتخصص. انا واحد السيده اللي مصابه بالقصور الكلوي، كنت مشيت عند الطبيبه وشخصت لي الحاله ديالي، لقيت راسي انني مريضه بهذا المرض، خرجت لي انا كان العلاج ديالو وانا تخرج لي الدياليز و نديرو ثلاثة الحصص الأسبوع. أنا مني عرفت أنا بعد المرض هذا جلست من الخدمة مقدرتش نبقى خدامة، وعد يعني عندي المصاريف وكانت نقل خارج المدينة باش نمشي نديرو. كاينين صراحة كاينين محسنين اللي كيعاونو، كاين اللي كيقدر يعاونك يعطيك، ولكن اللي يعطيك دابا ما نقدرش زعما يبقى يعطيك ديما. وداكشي مؤخرا تدهورات الحالة ديالي، كانت نصحاتني الطبيبة فاش شافتني آخر مرة كانت قالت لي بلي أن الجسم ديالي كان ما بقيتش قادة باش ندير الدياليز. كاين لي كاين واحد العملية ديال زراعة الكلي ولا ولات عندنا هنا في المغرب وكنقدرو نديروها. تيشوفي شي حد من العائلة ديالك؟ ملي مشيت عند العائلة ديالي رفضوا، ما بغاوش حتى واحد ما بغا، يعني لا يكون تحت العوان، خافوا من العملية وما خافوا لا تكون شي حاجة خايبة ولا هادي. رجعت عند الطبيبة قلت لها، حيت هي كانت قالت لي خاصك تشوفي المرة الأولى من العائلة ديالك اللي كيكون قريب ليك،
من موراها فاش رجعت شفتها قلت لها راه العائله ديالي ما بغاوش يعاونوني، ما هي ماشي مشكل، ما كاينين الناس اللي كيتبرعوا، هي كتمشي كتسجلي في واحد اللائحه ملي كتوصل النوبه ديالك وكيكون شي متبرع راه كيقدروا يديروها. انا بغيت غير زعما كاين الناس اللي كيديروا هكا كنشكرهم بزاف، حيت صراحة المعاناة ديالنا ديال حنا الناس اللي مصابين بهذا المرض خايبة بزاف. زعما كنبغيو شكرا بزاف الناس اللي كيعاونونا واللي بغاو زعما نتا كيعاونو، وكنصح ناس اخرين الا زعما كانوا مزيانين وقدروا يديروا بحال هذه المبادرة يقدروا يعاونوا خوهم المسلم، ولا ما عندها حتى شي خطورة لا على الحياة ديالهم لا حتى شي حاجة. عودة إليكم مشاهدينا، والبداية غادي تكون مع تي سعيد. تي سعيد شكرا لك مرة أخرى. وسؤال الأول بغي نسولك بالنسبة للجمعية ديالتكم، إمتى كانت نشأت وشكون هم الأعضاء المؤسسين ديالها؟ الجمعية لزراعة سنة 2012 كانت الفكرة بدات من بعد ما كانت عندي واحد الجدة في العائلة، وتأسست الأعضاء ديالها مع بعض الأطباء والمجتمع المدني تاهما، زعما الناس ديال اللي ما عندهمش يعني ما عندهمش علاقة بالطب ولكن بغاو يساهموا بالنهوض بالزراعة ديال الأعضاء بصفة عامة. بالنسبة لإنشاء ديال الجمعية سي سعيد كانت فاش من سنة تقريبا؟ 2016. وبالنسبة للعدد ديال المنخرطين أو المستفيدين منها؟ المنخرطين اللي كاينين هما الأعضاء ديالها، ولكن المستفيدين هو حنايا زعما لو ماكسيموم بوسيبل كما نقولوا، ولكن اللي كنخدموا معاهم بزاف هما الناس اللي كيعانيوا من فشل ديال القلب واللي خصهم الزراعه ديال القلب. واش عندنا واحد الارقام هنا في المغرب بالنسبه للناس اللي كتستافدت من هذا النوع ديال العمليات هنا في المغرب، ولا حتى بالنسبه للمغاربه اللي تستافدوا منها خارج ارض الوطن؟ في المغرب كانت الحقيقه كانوا بعض العمليات ديال زراعه القلب، هما في الحقيقه بجوج ديال العمليات زراعه القلب، كانت وحده قديمه في 1995 في الدار البيضاء، وحده دارت في مراكش في 2015 في المستشفى الجامعي دارها الدكتور بن زبره، ولكن من هذيك الوقيته ما بقاتش دار العمليه ديال زراعه القلب، بقات مساله زعما في يعني كاين بزاف ديال المشاكل اللي ما خلاوش بانه الزراعه ديال القلب انها ديفلوبا في المغرب. بحال اش سي سعيد المعيقات شنو هما؟ وهما في الحق كاين جوج ديال انا كنصنف جوج ديال المشاكل. كتعرفي بانه الزراعه ديال القلب هي ما يمكنش تكون من حي لحي، ولا يكون اون ابيل زعما اون مور سيريبرال كاداليريك، يعني خصو يكون كما قلتي فوالا يكون الموت الدماغي باش يكون واحد يكون عندنا واحد التبرع. دونك خصو يكون تبرع، وهذه مساله اجتماعيه، دونك عائق اجتماعي كيف ما تنقولوا، وقيل كنظن بانه البرنامج غيهضر بزاف على هذه المساله هذه. وكاين العائق الاخر هو العائق ديال المستشفى، انه كنظن بانه حنا في المغرب مازال ناش زعما لو سيستيم ديالنا ديال لا سونتي مازال ما تياخذش هذا الموضوع بجديه. ربما لعده عوامل تاهما، لانه عرفتي لا سونتي في المغرب عندها بزاف ديال المشاكل والله يحسن عوانهم، مي لي دو كوتي الجانب الاجتماعي والجانب اون فادير التقني جوجهم ما نظنش بانهم واجدين هذه الساعه باش بالنسبه لهذا النوع ديال العمليات النهوض بالزراعه ديال القلب وزراعه الاعضاء. غنسولك سي سعيد بالنسبه للكلفه، راه فاش كنشوفوا يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي ولا اشخاص اللي يمكن اللي محتاجين زراعه القلب كنسمعوا على واحد الكلفه اللي مهوله بزاف وكبيره بزاف. هنا كان بغيت نسولك بالنسبه للتامين الصحي عندنا في المغرب، ولا واش كاين واحد المساعده بالنسبه لهاد الاسر او لا؟ لا دابا هو الجمعيه ديال الجمعيه المغربيه لزراعه القلب هي في حقها كتشتغل باش كتحاول لا سونسيبيزاسيون اللي كنقولوا التحسيس باش يكون نهوض بهذه الزراعه ديال الاعضاء بصفه عامه في المغرب.
وهذه المساله هذه ديال الصراع اعضاء في المغرب، الدوله كانت دارت واحد البروغرام برنامج باش تساعد يعني تماديا كاين بعض المساعدات باش التكلفه تكون طايحه. كاين مثلا زراعه ديال القلب اللي دار مراكش كانت ما خلص فيها حتى حاجه المريض، وتتبعات ديال الكيلي وداك الشيء ما كاينش. يعني كاين واحد البرنامج كيساعد واحد شويه ماديا هذه المساله هذه، ولكن كيف ما قلت لك في واحد الاطار صغير ماشي واحد الاطار كبير اللي غيخليه يستقطب عدد كبير من 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 المرضى. ولكن التكلفه الحقيقيه ديالها احنا عرفناها من خلال التعامل مع المستشفيات في اوروبا، خاصه في فرنسا في مدينه باريس، هي تكلفه غاليه الحقيقه، كتروح بين 200 و 300 مليون سنتيم باش تكلف كل مريض. ثمن كبير بزاف. 300 سنتيم هادشي بزراعه القلب، والكيلي والكبد ربما تكون حتى هي بين 150 حتى 200 مليون سنتيم. هادشي علاش غنسولك السي سعيد، انتم من غير كما قلتي لانه شفت انه عن طريق الجمعيه ديالكم كان واحد التدخلات باش كانت واحد العدد ديال الناس اللي استفدوا من العمليه ديال زراعه القلب على برا، وكنتي قلتي تقريبا وصلت ل 15 حاله تقريبا الا ما كنتش غلطه. 15 16 حاله توفات مالوغوزمون، ما توفات في باريس، ما مشاتش حتى للزراعه، ولكن حد 15 حاله اللي مشات و15 منا في حاله جيده الحمد لله، توفقوا انهم يديروا الزراعه ديال القلب وكيعيشوا حياه الحمد لله زعما مستقر. من غير المساعدات بالنسبه لهذ الاسر سي سعيد، كيف ما قلتي يمكن غنهضر معك على الجانب اللي كيلعبوا المجتمع المدني بالنسبه للتوعيه والتحسيس لهذا النوع ديال العمليات، لا من حيث تشجيع يمكن المغاربه على التبرع، ولا حتى انه يمكن تحسيس وتوعيه باهميه ديال الصحه ديال القلب والشرايين. بالنسبه للجمعيه ديالكم شنو هو الدور اللي كتلعبوا في هذا المجال؟ دور تحسيسي بيان سور، دور تحسيسي. حنا عندنا جوج ادوار، حنا الدور الثاني هو التحسيس، لانه حنا كنعتبر راسنا كان اون ريبريزونت المجتمع المدني، اون ريبريزونت الناس ديفون لي بوفوار بوبليك، دونك دور تحسيسي. ودرنا بعض العمليات التحسيسيه في الحقيقه سنوات قبل من الكوفيد، وقفنا وان شاء الله غنبغوهم. اول حاجه دور تحسيسي، هي العمل التحسيسي ماشي عمل سهل، لانه حنايا مجتمع محافظ، ويعني باش الناس يتقبلوا الفكره وهذاك الشيء ما ساهلش. هذاك الشيء علاش انا تنقول بانه المجتمع المدني ما خصوش يتجلى في جمعيه ولا جوج ولا ثلاثه. بانه هو العمل ديال بزاف الناس من غير الجمعيات. انا تنقول بانه المغرب خصو يدوز في هذه المساله هذه من الجمعيات للمؤسسات، المؤسسات التحسيسيه. لانه سمحي لي انا لا غادي نتطرق لواحد المساله مهمه، مثلا في اوروبا راه دازوا من هذا الشيء، هذا حتى هما كان مجتمع محافظ، كان تردد ورفض الفكره ديال الزرع ديال الاعضاء في واحد الوقت، كانوا رافضين، ولكن المرحله منين بغاو ياخذوا لي زعما في اوسيريو راه دازوا واحد المرحله مؤسساتيه اللي خطوا فيها واحد المؤسسه تسمى لاجونس، هي اسمح لي العربيه، لاجونس وكاله خاصه بالتحسيس وبالنهوض بزراعه الاعضاء بصفه عامه. ما كتبقاش غير الجمعيات والمجتمع المدني، كتولي حتى المؤسسات ديال الدوله حتى هي كتساهم في هذاك. ملي كتكون عندك مؤسسه مع الجمعيات عاد يمكن زعما نوصلوا لهذاك الاوبجيكتيف ديال التحسيس، لانه التحسيس ماشي مره ولا جوج، ما غنتسناوش حتى يجي اليوم العالمي عاد نبداو نديرو عاد نهضروا على القضيه. تيكون التحسيس يعني يوميا بهذه المساله هذه، ورا الاعداد ديال الناس اللي خاصهم الزراعه راه كافي باش زعما ندوزوا هذه المرحله ديال اون فادير ان بو سيريوز ديال التحسيس والنهوض بالزراعه المغربيه. هادشي علاش غنسولك السي سعيد، بالنسبه للناس اللي كانوا يمكن استفدوا من هذا النوع ديال التدخلات، مع الاسف كنلقاو بلا يمكن شي مرات كيكونوا مغيبين في الوسائل ديال التواصل، ما عرفتش واش كان تيكون هذا اختيار ديالهم او انه ما كيكونش تسليط الضوء نظرا للحساسيه ديال الموضوع. يمكن انا في نظري انهم يقدروا يلعبوا دور بالنسبه للتحسيس والتوعيه في هذا المجال هذا، وما عرفتش الراي ديالك بالنسبه لك. لا
اسمحي لي لا لو ممكن تعاود السؤال لانه تقطع. بالنسبه للناس اللي كانوا يستافدوا من هذا النوع ديال التدخلات وكاين يمكن واحد الدور يمكن يكون تيجي على عاتقه باش يكون حتى هما كيديروا الدور ديال التوعيه والتحسيس في المحيط ديالهم ولا حتى على المستوى الوطني. ما عرفتش شنو نظرك ديالك بالنسبه للناس اللي كنتي تعاملتي معاهم عن قرب. لا كنظن بانهم كيديروا اللي عليهم. انا صراحه كنظن بانهم كيديروا اللي عليهم وكل مره زعما تنطلبوا منهم انهم يديروا عمليه ديال التحسيس معنا ما كيرفضوش، ولكن تنقول بانهم هما كيبقاو اقليه حتى المستفيدين من العمليات ديال الزراعه لا ديال القلب لا ديال الاعضاء الاخرى اقليه. وكنظن بانه صراحه يعني المجتمع كله خاصو يعني في كل عائله خاصها تبدا الهضره على هذا، ماشي غير هذوك اللي مرض خاصها تبدا الهضره في وسط العائله على انه مزيانه ولا ما مزياناش. غير نبداو نهضروا على هذا الموضوع هذا على الزراعه ولا التبرع بالاعضاء. انا كنظن بانه المشكل هو انه ما كنهضروش، التلفزه ما كتهضرش عليه بزاف، العائله ما في الطابل ديال الماكله ما كنهضروش عليه بزاف، خاصنا نهضروا عليه واخا يكون نيجاتيف، واخا نقولوا لا ولكن نهضروا. اليوم نيجاتيف غدا غيولي بوزيتيف، الحمد لله الجينيراسيون الجداد راه مفتحه وغادي. كنظن بانه غير هضرنا عليه راه سي ديجا ان كرون با كما تنقول. شكرا لك سي سعيد. اللي غنسولك سؤال اخير وسؤال يمكن شخصي، اختيارك انك تنشئ الجمعيه وانك تنخرط في واحد المجال اللي عنده واحد الثقل كبير، علاش كان هذا الاختيار؟ في الحقيقة أنا كما قلت لك الأول كانت عندي تجربة ديال الأخ ديالي، وفي الحقيقة عانينا في الوقيتة فاش كان مرض الأخ، دابا الحمد لله بصحة جيدة، دار زراعة ديال القلب. ومنين شفت هذيك المعاناة، حيت أنا بحال هكذا ما كنتش عارف ما شفتهاش شنو هو الموضوع، ولكن منين عشتو وداك الشيء وشفت المعاناة ديال العائلة قلت 100% كاين بزاف ديال الناس كيعانيوا دابا نفس المعاناة. هذاك الشيء علاش في الحقيقة تكلمت مع الأطباء اللي كانوا في مراكش ولا في فاس ولا في الدار البيضاء وعاونونا باش نشأنا هذه الجمعيه. والحمد لله راه تيسرت امور دابا 15 واحد ما ساهلاش، ولكن انا كنظن بانه خاصه المغرب دار هذه العمليات هذه باش اموا واحد الفئه كبيره نقطعوها من زعما من هذا المرض هذا. شكرا لك سي سعيد على حضورك معنا وشكرا للوقت اللي عطيتينا. شكرا لك لالا. شكرا لك مره اخرى. وغندوزو عند حسناء. حسناء، نوع القرابه مع الشخص اللي كنتي تبرعتي ليه بالكليه ديالك هو الاخ ديالي، علاش كان الاختيار ديك الساعه اللي طاح عليك انت بالنسبه للتبرع رغم انكم كنتو اسره اللي كبيره؟ ايه. السلام عليكم بعدا. علاش كان الاختيار ديالي هو الواحد ملي تيبغي يدير العمليه دائما تيكونوا واحد التحاليل وفحوصات كثيره تديرها من راسك حتى لرجليك كما تنقولوا، تحاليل باش تكون الصحه ديال المانح تكون جيده وتكون في ظروف اللي يمكن له يعطي العود منه. دونك درنا واحد التحليله سميتها التحليله ديال لا كومباتيبيليتي تكون مطابقه، وخرجت بان المطابقه اللي عندي انا مع خويا كان عندها اكثر فرصه اكبر فوالا باش تقدر العمليه تدوز مزيان ويقدر ما ياخذش دوك لي زونتيغوجي يعني دوك الادويه ديال باش يحاربوا الرفض ديال الكليه ما يكونوش بزاف. بحال الا كان غياخذ 4-5 ديال الادويه غياخذ واحد في النهار ولا جوج. سمحي لي على سؤال، بالنسبه للسن ديالك ديك الساعه فاش كنتي درتي العمليه؟ 35 سنه. بالنسبه للاسره ديالك كيفاش هما ديك الساعه استقبلوا هذا القرار ديالك؟ كنهضر على الاسره الصغيره ديالك قبل الاسره الكبيره. الأسرة الصغيرة أم زوجة عندي وليدات وكان ولدي الصغير عنده عامين ديك الساعات، كانت صعيبة يعني القرار باش تخلي ولدك وتمشي حيت درتها برا ما درتهاش في المغرب. يعني كنت بعيدة شهر على داري، دونك هذا هو اللي كان شوية مبرزط. أما بالنسبة للقرار الداخلي بيان سور تيكون الواحد عنده بزاف ديال الشكوك، بزاف ديال التخويفات، بزاف تي علاش كان تخوف؟ شنو هما الحاجات اللي كنتي يمكن كيخليوك تكوني خايفه ولا متردده؟ وقت تخافي واش العمليه غادي تنجح ما غاتنجحش، واش غتخلي ولدك غادي تلقايه ما تلقايهش، واش غتموتي واش غتعيشي، واش هادشي كله غديريه وغتقدري تنقضي هذاك الاخ، ولا هادشي العذاب كله ما غيكونش فيه نتيجه. يعني الواحد يخمم من راسه الشخص اللي غادي يستافد من التبرع.
المانح والمستفيد تماما. هادشي بغيت نسولك بالنسبه للمستفيد اللي هو الاخ ديالك، شنو المشكل الصحي اللي كان عنده؟ فهمت؟ كان عنده فشل كلوي حاد وعاش فيه اربع سنين ومعذب وما قدرش يقولها لنا، ونهار اللي قالها لنا سيتي يعني كان عنده واحد الوقت محدد اللي اما يروح يدير الدياليز يعني تصفيه الكلية واما يدير زرع الكلية. وخممنا يعني خدينا قرار عائلي باش نوصلوا لزرع الكلية. في الاول كنا غنديروها في الخارج، تنقلبوا على اي واحد، ما صعيب يعني الواحد يفضل القرابه حيت تكون سهله يعني لي زوتوريزاسيون كلشي تتعطاو دغيا وكلشي تيكون يتسهل الامور. هادي ربي يسهل الامور. هادي كيف ما قلتي بالنسبه يمكن هذيك الفتره كيكون فيها واحد التخوف، هادشي شويه نسولك انت مع الاخ ديالك قمتوا بالعمليه خارج ارض الوطن، بالنسبه للمصاحبة والمواكبه النفسيه واش كانت لها بلاصه بالنسبه يمكن العمليه ديال العلاج ولا العمليه اللي ديال الزرع اللي تعرض لها الاخ ديالك؟ العامل النفسي تيكون مهم بالنسبه للطرفين. الواحد خصو يكون بريباري يعني يكون سيكولوجيكمون نفسانيا يعني يكون زعما عارف راسو شنو تابعو. مسؤوليه يكون عنده حتى راه مسؤوليه يعني ملي تديري شهر ديال التحليلات وتتمشي كل نهار وتمشي وديري تكوني تتسناي وزعما تتعيشي واحد بحال واحد الفيلم عايشاه تتمشي معاه، خصك تكوني نفسانيا قابله لهذا الوضع. ولكن انا ما كنتش نشوف داك الساعات، كنت نشوف ما بعد العمليه وكنت نشوف واحد الهدف كان عندي هو نشوف خويا بخير وعلى خير ويكون ويخرج من هذه المحنه ديالو، العائله كلها تخرج من هذه المحنه الا يمكننا نعطيو علاش لا. هادشي علاش كما قلتي من بعد العمليه بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم يمكن تخوف من التبعات الصحيه ديالهم اللي كتكون تقريبا تيتسناو انها تبان يمكن على شهور او سنوات، بالنسبه ليك انت واش كانت شي متابعه مثلا ديال الصحه ديالك اللي خاصه من بعد ما قمتي بهذا الاجراء؟ انا تتسوليني دابا شخصيا، انا شخصيا ما كانش عندي، في الاول كنت خفت قبل ما ندير العمليه، من بعد النهار اللي خديت القرار باش غنديرها ما كانش عندي تخوفات من بعد، حتى نقول في يد الله زعما كان يمكن شي واحد الا كان يمكن يموت راه يقدر يموت، هو ما عنده حتى حاجه، ما دار لا زرع كليا لا والو. سولت ثقتي كبيره في الاطباء، دونك كانوا متبعيني اطباء، سولتهم شفت الناس بزاف، دخلت قريت، دابا كاين كلشي عندك في الانترنت، عرفت بان يمكن واحد المانح يعيش حياه طيبه بدون مشاكل، هو عنده كليه وحده، حيت كليه وحده ربي تزرع فيها البركه وتتولي تدير الدور ديال جوج. فهمت ملي شرحوا لي، ثقت في الاطباء وثقت في الله وتتوكل على الله وتتزيد. هذا الشيء اللي كاين. اذا بالنسبه لي انا من بعد عشت حياتي طبيعيه وما تخممش كاع، تندير تحليله مره في العام الحمد لله تتخرج مزيانه تنزيد. الاخ ديالي تا هو عايش بخير وعلى خير الحمد لله ما كاين حتى مشكل. حيت بغيت نسولك بالنسبه لهذه التجربه واش تغيرات النظره ديالك للجسد ديالك ولا الصحه عموما، يعني انا ولا عندك اهتمام اكثر بالصحه ديالك او لا ولا كيف ما كنتي بقيتي كتعاملي مع الجسد ديالك والصحه ديالك كيف ما كانت كيف ما كان قبل؟ بالنسبه للجسد ديالي انا ما يعني بزاف الناس يقدروا يدخلوا في واحد الموضوع اخر ديال تيخافوا ناري غدا، اللي عنده هذا المشكل ما يديرهاش كاع انا في نظري، حيت غادي يعيش معذب. يعني خصو يخدم على العامل النفسي ديالو مزيان قبل ما يدير العمليه. وانا زعما من هذا المنبر تنشجع الناس كاملين اللي قدر يدير هذا زعما هذا لو جيست بحال هكا راه ما يخافش من حتى حاجه، يعني نقدر تفضل. كنت غنسولك على كيف ما قلتي واحد النقطه مهمه قلتي لي اللي يقدر، ولكن هنا غنقول لك بالنسبه للنقطه ديال التكلفه ديالها الكلفه ديال العمليه بالنسبه لكم واش كانت شي حاجه اللي في المتناول او لا، واش كانت فهاد انا داك واش كانت التغطيه الصحيه لعبات واحد الدور فيها او لا؟ هي التغطيه الصحيه كاينه في المغرب كاينه التغطيه الصحيه، و جوبونس معنا الدكتور اللي غتهضر اكثر على هذا الديتاي. لا ميتوال تتغومبورسي الناس اللي عندهم هذا كو ساسوا في الدياليز ولا في زراعه الكليه. وتبارك الله عندنا الاطباء هنا في لوبيتال مزيانين، وكنت تبعت انا يعني غتقول لي شنو جرى لك من مورا العمليه بيفهم غادي تسوليني على يعني ولات عندي واحد لا ميسيون عندي لداخل ديالي اي واحد تيجي تيسوني تنتبعو من الاول حتى الاخر. والحمد لله بجهد الله تبعت جوج ديال الناس اللي قدروا يوصلوا وعطاو العمليه المراه مع راجلها وواحد السيد مع الاخ ديالو. كتعمل الدور ديال المرافقه بالنسبه لهم. المرافقه فوالا تنفسر لهم ها كيفاش انا عشت هذه التجربه، راه ما تخافوا من حتى حاجه وتنبقى معاهم من الاول حتى الاخر.
وبقوت اللي شفت النتائج ديال هذه الخدمه قررت نعلن، حيت في الاول كنت نهضر غير بيناتنا، مي من بعد وليت نخرج لي ميديا لي ريزو سوسيو. علاش غنسولك انا خلفك في الشاشه كاين الكتاب ديالك، التجربه ديالك فوالا اللي كترجمتيها في كتاب، علاش كان هذا القرار؟ جوستمون هو هذا، ملي شفت راسي بان غير بيناتنا قدرت نعاون جوج ديال الناس اللي وصلوا كمان لانقاذ حياه، كمان راسي امبورطون لو جيست، قلت علاش ما نديرش كتاب ونهضر على هذا الموضوع. دونك الكتاب سميتو لو غان دو كور، كليه الجنان بالعربيه والفرنسويه، اللي كاينين في لي ليبريري دو كازا كلهم وخارج الوطن. الهدف هو نهضر على تجربتي ونقول للناس ما تخافوش، يعني بحال هو عمليه تحسيس وتشجيع لهذا العمل. اللي تنقول لهم ديروها وما تخافوش، فوالا ما تخافوش، وانا مثال حي على نجاح على 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 نجاح زرع الاعضاء بصفه عامه. ما اكتفيتيش بانك تكتبي كتاب، انت اخترتي حتى انك تكوني معالجه نفسيه، وعلى قبل عندك هذا الدور الثاني. هذا علاش غنسولك، يمكن التخوف ولا التردد اللي كنشوفوه في المجتمع بالنسبه لهذه النقطه ديال التبرع بالاعضاء، لا كان شي واحد قريب لينا وحنا في حقيقه الحياه ديالنا ولا حتى بعد الممات ديالنا، علاش عندنا هذا التخوف في نظرك؟ شوف شنو هي اكثر تخوف؟ تبارك الله انت يا طبيبه ويمكن نهضروا نفس الموضوع. اكثر خوف عندنا في الحياه هو خوف الموت. موت لا بلو غون بير هي الموت، يعني الواحد تيخاف، كل شيء تنخافوا من الموت، هي اخر المطاف هي الموت. اذا ليش غنخافوا من الموت؟ وهي ممكن تجي في اي ساعه اي وقت. مانتونو انا غادي من واحد النطاق، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني الا قدرتي ديري شي حاجه وتوصلي بها لواحد اخر، واحد اخر غيعاون واحد اخر، هي غاديه سي لا شين دو سوليداريتي. وكاين اللي كيشوف فعلا كما قلتي كامتداد الحياه، انه واحد العضو ديالك يمكن من بعد الموت ديالك اللي غادي يقدر انه يشارك في الحياه ديال شخص اخر. هادشي علاش غادي نسولك من تجربتك وحتى من الخبره ديالك في المجال ديال العمل ديالك، كيفاش نغيروا يمكن هاد الاحكام المسبقه اللي عندنا بالنسبه للتبرع؟ انا في نظري خاص الواحد يبقى يهضر اكثر على الموضوع. انا في الاول ما كذبش عليك كنت كان موضوع شويه تابو، ما كانش داخل في التابوهات، ما كانش الناس يهضروا عليه، ودرت وقت زعما جامي دي طون، درت واحد الوقت كثير باش ولا عندي الشجاعه باش نخرج نهضر انا على هذا الموضوع، حيت بزاف الناس يبداو يقولوا هادي شنو بغات دير، عطات واحد الكلمه ما لا فرع عندنا الراس بهذا الموضوع. مي خص الواحد يشوف ما وراء لو جيست، يعني يشوف شنو هو المغزى والنيه اللي وراء هذا الكتاب ووراء هذا الشيء كله. الا يمكن حيت التشجيعات راه تدار ماشي غير بالوراق، تدار من كاينه لا تيوري وكاينه لا براتيك، تدار من لا براتيك، يعني تنهضر معاهم وتنقول لهم انا تيموانياج، يعني انا تنتيمواني وتنقول لهم ها انا شوفوني شوفوني ما جرى لي والو الحمد لله، ولا يمكن اللي جرى لي شي حاجه غادي شهاده حيه. حيت داكشي اللي تنقراو في الكتب الناس راه تيقراو، ولكن تيتقرا تيتنسى، ما كتاثرش فيهم، ما تتاثرش بحال فيديو بحال ليماج بحال الشوفه بحال يمكن لا. دونك فاش خديت وقت وخديت قرار باش نبقى نهضر في هذا الشيء، من بعد جا العلاج النفسي اللي دخلت قريت على العلاج النفسي باش يمكن لي اكونباني الناس ونعرف تكون عندي لي زوتي، يكون عندي واحد المهارات مهنيه باش يمكن لي نهضر مع الناس. شكرا لك حسنه، وشكرا على هذه الشهاده اللي مؤثره جدا، وشكرا انك قبلتي انك تشاركي معنا القصه ديالك. مشاهدينا الكرام توقفوا عند الفاصل ونعود اليكم بعد قليل. عودة إليكم مشاهدينا، ودابا غادي نمروا لضيفنا التالي هو سي إسماعيل. إسماعيل شكرا لك مرة أخرى، واللي بغيت نسولك علاش قبلتي أنك تبرع الأعضاء ديالك بعد الممات؟ كنشكرك إيمان على هذا الموضوع اللي جميل بحاول تطرقي ليه. هو الفترة باش أنني أنا خديت المبادرة أنني نتبرع بالأعضاء ديالي بعد الممات لغرض علاجي، كانت واحد المحطة في الحياة اللي عشتها مع مرض السرطان، كوني كنت واحد الانسان اللي كنت مريض بسرطان نادر. في ديك المواكبه العلاج كنت كنشوف الناس اللي كيكونوا في عيادات المركزه كيكونوا محتاجين الاعضاء ما في فتره العلاج، والعائق الكبير هو كيف سبقتي بالذكر انه التكلفه ديال
يعني ديال التبرع والعمليه ديال التبرع. ثاني حاجه واحد العائق اللي كنلقاوه هو واش في الدين الاسلامي ما بين الحلال والحرام، ولكن هذه القناعه ديال التجربه انني كيفاش شفت الناس كتعاني وشفتهم الناس باغيين وما عندهمش الحاجه ديالهم انهم يعني يقتنيوا بعضهم ما، فالمبادره ديال انك كتبرع بالعضو من بعد الممات كيفاش كنقولوا حنا غادي عند الله ولكن كتخلي واحد البصمه، هذا هو الدافع ديالي كنقول زعما كاين انا شفت ناس كيكونوا محتاجين، فعلاش لا يعني علميا ولا تا يعني بجانب النفسي انا كتكون كتبغي تعاون واحد كتمني هذا العون، فابسط الامور هو انك تخلي واحد الحياه لواحد الطرف اخر اللي يتمتع بها من بعد صدقه جاريه بالنسبه لك. هذا اللي بغيت نسولك بالنسبه فاش كان القرار ديالك والوقت لانك مشيتي ويمكن انك درتي الامضاء على الوثيقه، شحال تقريبا خدم لك ديال الوقت؟ ما خدمنيش وقت كبير، هي امر سهل للغايه، كتوجه لاقرب محكمه ابتدائيا بمقر السكن ديالك، كتسول على مكتب التبرع الاعضاء او رئيس المحكمه وكتخبروا انني انا يعني في كامل القوى العقليه ومستعد انني نوثق على التبرع وثيقه التبرع بالاعضاء. هو كيبقى امرين، كيسولك واش لغرض علاجي ولا علمي، بمعنى ان شي واحد بغى يعطيه ليه من بعد الممات ديالك انه سواء كان محتاج الكيني او كبد او قرنيه العين او اي اعضاء من الاعضاء باش يرجع يعني يتشافى ويستمر في الحياه ديالو، او تعطيها يعني الطاقم الطبيبي انه يدير عليه لكن علميا تشخيص تشريح يدرسوا عليه. كما قلت في المجال ديال يمكن ديال الدراسات العلميه. اكزاكتومون، فانا حاولت نقرر انني نخليها زعما كاين الغرض العلاجي. وليك في خبري انه بالنسبه واخا تسني الوثيقه يعني الا احتاجنا الاعضاء ديالنا من بعد الممات خص ضروري من يكون الاخبار وموافقه لجهه الاسره، هادشي علاش كنسولك بالنسبه للاسره ديالك يمكن كيفاش تلقات الخبر، كيفاش قلتي لهم، كيفاش خداو؟ هو باش نقنعهم هو الحمد لله يعني الوالد ديالي شو متفهم هو استاذ، فما حاولش انه زعما كان يوقف لي في الطريق، هو سولني قال لي زعما علاش بغيتي دير هادشي؟ قلت له الوالد راني انا كنت شفتيني من 16 عام وانا مريض في عمري 23 عام، فهاد المسار كامل كنشوف ناس كتعاني باغيه تعتق ولادها هما، الحمد لله ان ربي منحني حياه جديده، فلماذا زعما كاين تكون هذه سبل انه حنا بني ادم دائما خطاء، فتقدر تكون واحد السبب ان يعني يغفر لك ربي زلات يده انك تحيي يعني نفس راه اجرها عند الله كبير. وصافي قال لي مرحبا كانت تقبلها في باب المحكمه، دخلت سنين في مراقيه الحمد لله، ولكن ما خليتهاش انا هنا، يعني الجميل من الامر انني كانت عندي فكره كيف ملي تبقات نذكر لها الضيف ولا الضيفه ديالنا انه تخليها واحد حمله تحسيسيه ولا توعيه ولا تكون عندك واحد يعني واحد البصمه انك تعاون الناس يشوفوا واحد المثال حي ولا علاش من موراك يجيو ناس عده، فهذا هو الامر انني بحكم انني انا عندي واحد الكونتوني ديال لا موتيفاسيون ديال سكسيس ستوري سور لي ريزو سوسيو جو بارتاج مع هاد لا مالادي اللي عشتها يعني كونكو انه حياتي من بعد تبدلات ايتو، فحاولت نخبر الناس انه فوالا جا الوقت يعني انا درت التبرع بالاعضاء، فانتوما ديروها انتوما وحاولوا راه ناس محتاجين لكم، حاولوا تمشيو تشوفوا بعينيكم باش الانسان كي كيشوف بعينيه عاد كيتحفز، واخا تعاود ليه نتايا اولا تحكي ليه على المسار شنو شفت كاين اللي غادي يتموتيفي، ولكن الاكثر الناس ملي كيمشيو ويشوفوا المراكز العلاج بعيونهم كتقيسهم داك الجانب الانساني. والحمد لله جاء اقبال كبير حتى توصلت بشكر من واحد الرساله من المحكمه نتاع وزاره العدل، يعني هذه المبادره دارت ضجه في العالم العربي. باش كانوا ناس اخرين انهم كانوا تحفزوا عن طريقك باش انهم يديروا هذه الخطوه. كان مريض بسرطان وفوالا مشى، كانت واحد الجريمه يعني دهشه يعني كيفاش جات هذه المبادره، والحمد لله لقيت واحد الصدى كبير وجبت الكومونتير شحال كنت كتصيفط لي سيلفي متبرع بالاخر، هذا شيء جميل جدا. ولكن بغيت نسولك واش ما كانوش شي مرات كيوصلوك رسائل سلبيه نظرا انه كاين كيف ما كان الحال بغينا ولا كرهنا، يعني هذا الموضوع كنلقاو بزاف ديال الاخذ والرد عندنا في المجتمع المغربي وخصوصا بهذا الامر اللي ذكرتي انه كيفاش واش كتلقى يعني الناس اللي كيكونوا هو ما بين مؤيد او معارض في اي موضوع ما في حياه كامله كاينه، وخصوصا في هذا الموضوع باقي يعني شويه حساس، انا الحكم اللي كان عندي بزاف انني تلقيت شويه ديال الرد وعدم القبول، وبحكم انني شويه معروف في لي ريزو سوسيو وكانت كيف سبق كان الحمد لله كان دار ضجه اعلاميه وكنت كنخرج اعلاميا عربيا بزاف يعني دارت واحد ضجه كبيره، فتما كيجوني رد في كومونتير سواء في الخارج الاعلامي من بعد كومونتير منهم المشايخ
من مصر، من لبنان، من المغرب، راه هذاك العضو ديالك ربي عطاه لك خاصك ترجعو ليه. ولكن انا كنشوفه من واحد الجانب ديال منطقيا علميا كانسان يعني، وحتى دنيويا ولا دينيا، انا العمل الصالح اللي يعني كتبادر فيه في هذه الدنيا هذاك الامتحان هو اللي غيمشي عند الله. فاخر المطاف الانسان كيتحلل، فعلاش غنخلي انا هذا العضو هذا غيتحلل وياكل الدود على واحد الانسان اللي محتاج ليك انك تعطيه واحد الحاجه باش يرجع للحياه. ومع العلم سبقت واحد الايه ذكرتها، فالخير مثل، فكان ان من احيا ومن احيا فكان الناس جميعا. فوالا يعني ما كاينش شي ايه او لحن نبوي كينفي او لا كيرد على ان التبرع بالاعضاء حرام. هذه فقط يعني واحد الفتاوى اللي كانت فتاوى او واحد يعني واحد المجهود كيبذلوه المشايخ. فالحد العلمي انا كنتجه كانسان يعني دعاء قناه على الاسلام والدين، عندي جوج حوايج هما الحديث النبوي والقران الكريم. فحد الساعه ما تلقيت حتى شي مخالفه، وجانب يعني نفسانيا كقناعه مقتنع. بغيت نسولك انا كيف ما قلتي يمكن كان عندك واحد المحتوى اللي كنتي نقلتي فيه التجربه ديالك حول السرطان، ومن بعد خديتي هذه الخطوه هذه ديال التبرع بالاعضاء. حيتاش بغيت نسولك من الجانب الصحي، واش ما كاين شي شروط معينه بالنسبه للناس اللي كيمضيو على هذه الوثيقه ديال التبرع؟ بالنسبه لك واش عندك فكره على هذه النقطه؟ حيت انا ماشي انا شويه مختلفين في الامر. هي تبرعات من بعد الممات، من بعد الممات خاصك تحافظ على صحتك باش الانسان الاخر اللي غادي تبغي تعطي غيكون في كامل الحمد لله. يعني بوغ المومون انا الحمد لله بريت توتالمون. انا دائما كل عام كندير ان تشيك اب باش كنشوف راسي واش كاين شي حاجه ايتو، وهي من غير هذا الشيء كامل راه الانسان خاصو دائما يعني يديري في راسو تهلا في صحته مره يشوف الطبيب. هذه يعني دائما خاص يديرها الانسان. ولكن انا كنقول عندي واحد الحمل ثقيل جاي، كاين واحد الحاجه اللي انا ما غير نعطيها لشي حد، اللهم نعطيها عليه على اكمل وجه. الحمد لله يعني الانسان فعلا انسان جميل جدا وانسان محارب فعلا. انا كما كان الحال كما قلتي حاربتي في واحد السن صغيره بزاف مرض السرطان، والحمد لله كما كان الحال كتمتع الحمد لله بصحه جيده، وما وقفتيش هنا حتى انك تتفكر لواحد الحاجه اللي كتخلي لنا كامل كيف ما قلتي قبيله الفكره ديال الموت. انت كتفكر حتى من بعد الموت انه تبقى اثر ايجابي لهذا الشخص. حيت جن نقول لك احنا الدنيا كامله كنا كنعيشوا صعوبات، سواء كان مريض ولا ماشي مريض، احنا دائما في هذه الحياه. ولكن ملي كتدوز عليك يعني العراقيل بزاف وكتخطاهم يعني ذهنيا ولا نفسانيا، كتعرف ان الحياه يعني شنو باقي غادي يسهل يعني. كثر من انني دوزت واحد السرطان اللي هو نادر وثلاث المرات ومشيت وهزيت راسي من راسي من منين، يعني كتشوف اي مشكل غايجي من بعد فهو صغير قدامي. الحمد لله يعني كتكبر رغم السن ديالك. فانا عمري دابا 24 عام، ولكن كاكسبيريونس كحياتي كنقول كبير بزاف يعني على ما شفت وعلى ما عشت وعلى ما هزيت راسي في راسي. فالحمد لله يعني الانسان اخرتها موت كيف كنقول، والله ما يعني تخلي واحد الحاجه زوينه والحمد لله. هادي اخر حاجه اللي غادي نسولك هو بالنسبه للناس اللي يمكن كما قلتي عندهم الفكره، ويمكن راه كاين منهم بزاف ولكن كاين عندهم واحد التردد، كيفاش تشجعهم؟ غادي نقول بقوله تحفيزيه ديالك باش انهم يمكن يتخذوا هذه الخطوه. باش نقول لك كما قلت لك الامثله الحيه اليوم حاضره، هي بالعكس عتقات خوها والحمد لله. فانا ما تعرف بعد ما ديري قال نعتق شحال من واحد، راه حنا كامل انسان راه عنده بزاف ديال الاعضاء سواء العين الكامل، ما تعرف تعطي واحد 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 يكون عطاء جميل. وكيف كنقول دائما الانسان خطا كيف ما كان ينبغي الانسان خطا، فهذه فرصه باش تصح يعني تصحح الاخطاء ديالك مع الله سبحانه وتعالى، يعني تمحي الزله ديالك. واكثر شيء من محي الكبائر هي انك تعتق القضاء. فوالا شكرا لك مره اخرى، شكرا لك حضورك وشكرا على هذه الشهادات ديالكم الحيه والمؤثره. وغادي ندوز عند دكتوره فاطمه الزهراء، شكرا لك مره اخرى. واللي بغيت نسولك بالنسبه للقانون اللي عندنا اللي كيقنن بالنسبه للتبرع ديال الاعضاء، اللي في خباري ان احنا المغرب سباقين فيه بين الدول العربيه، امتى غتخرج هذا القانون؟ الو شكرا ايمان على الدعوه، وشكرا حيت شفت واحد نظره اخرى على الزرع وعلى التبرع. الو كان في المغرب القانون واضح وبدا في 1952، غير هو ما كانش كيخص الزرع في حد ذاته، ولكن في 1999 خرجت لا لوا قانون 1698، ومن بعد دعم وتعزز بالمرسوم ديال 2002 اللي فسروا لنا كيفاش شنو ما بعد اولا الاعضاء اللي كيتخادوا او وايضا الانسجه، حيت ما كاينش غير الاعضاء كاينين الانسجه. ثاني حاجه فين
فين كيداروا وشنو هما المراحل اللي خاصنا ندوزوا منهم باش نقدروا ناخذوا من عند انسان ونعطيه لانسان اخر. دونك في المغرب الحمد لله هذا الشيء مقنن بواحد الطريقه ومسلسل بواحد الطريقه واضحه جدا. النقطه الاساسيه اللي بغيت نقول ايضا بالنسبه للقانون هي انه حنا عندنا واحد لا شانس اللي مهمه جدا هو انه قبل ما يخرج شي قانون كيتوضع قدام العلماء ديال الدين. اذا المساله ديال التبرع محسومه دينيا قبل ما تكون محسومه علميا ولا في نفس الوقت. المهم كيف ما كان الحال حنا كنخضعوا للدين وكيف ما كان الحال هنا في المغرب الزرع كيدار فريمون بواحد الطريقه واضحه ومقننه جدا دينيا وعلميا. عند الناس اللي يمكن كما قلتي في المجتمع يعني كاين هذا المشكل يظنوا انه راه كاين تباين بين الرؤيه ديال الدين والرؤيه العلميه. هذا هو النقطه اللي بغيت نشير ليها. انا ما غاديش نهضر على الدين لانه ماشي التخصص ديالي. ما غاديش نتخطى فوالا نفتي شي حاجه ما كنعرفهاش. بالحق نقدر نقول هو انه في المغرب الزرع علاش ما عندناش بعدا ديجا لا بلوبار بزاف ديال لي كوبل اون لي روجيت سافو دي غادي انا غادي نجي وغادي نبغي نعطي ولا نتبرع لشي واحد من عائلتي الا ما كنتش الا كان غيتكون ليا خطر ولا الا كان كاينه ابسط حاجه ضد القانون وضد المنطق وضد ليتيك راه ما غاديش يكون الزرع. عكس ما كيدير مع الاسف بعض الدول. داكشي علاش الناس كاين مخالطات مالوغوزمون كاين لو ترافيك دورغان مي با شي نو. في بلادنا الحمد لله داكشي مقنن وواضح جدا الى درجه انه سي فو فولي نقدروا نهضروا عليها نقدروا نهضروا على المراحل وحسنا تقدر تقول لنا ايضا المراحل اللي كندوزوا منها قبل ما يكون الزرع. مراحل مقننه جدا باش ما يكونش كيف ما قلتي واحد المشكل ديال مثلا ديال الاحتيال ولا معلوم هادشي بعدا عكس ما يروش شي مرات ممكن يروج بعدا في الافكار. داكشي المساله الاساسيه اللي خصنا نعرفوها هي في الواقع اش كيطرى. وفي الواقع هو انه نهضروا عليها ولا نسينو طبعا داكور في الواقع اش كيطرى تيكون مثلا انسان كنهضر انا التخصص ديالي امراض الكلى. كيكون الانسان عنده وصل لمرحله مع الاسف ديال الدياليز ديال التصفيه. الو فاش كيوصل لهاد المرحله ديال الدياليز اما كيدير دياليز اما مع الاسف يقدر يموت. اذا ديك الساعه كنشوفوا اوتور دو لوي شكون هما الناس اللي كيحيطوا به اللي يقدروا يعطيو. شكون هما هاد الناس؟ قرابه اللي كتكون بدليل. ماشي يجي يقول لي هذا خويا وغادي نزرعو نو. خاص تكون عندك دليل اولا. ثانيا اذا كان زوج والزوجه بشرط يكونوا مجوجين بواحد المده ماشي تجوجوا باش تعطيه الورقه ومن بعد يتفرقوا. دونك خاص يكون زواج ديال بصح ولا الاطفال والاخوه بيان سور ايفونتوالمون لي كوزان. المهم خاص تكون قرابه بدليل. من بعد كنديروا واحد المجموعه ديال التحاليل لي طويله اللي حسنا تقدر تهضر حسن مني على الامباكت وعلى هاد التحاليل. كيف ما كان الحال كنديروا مجموعه ديال التحاليل اللي غادي يشد الكلوه واللي غادي يتبرع لانه انا كطبيبه ولا الطاقم الطبي ما عندوش ربح الا حيد واحد من دياليز باش يدير في بلاصه واحد اخر. داكور دونك تنتاكدوا بانه المتبرع ما غاديش يكون عنده خطر. ياك حتى خطر امر بيد الله ولكن حتى خطر مثلا فرضا الا كان احتمال صغير بانه يقدر يكون عنده حاله بري ديابيت وغادي يولي يدير ديابيت كنحبسوا لا غريف. الا كان احتمال كبير بانه غيحتاج شي نهار ديك الكلوه ما كنهزوهاش من عنده. ونفس الشيء بالنسبه للانسان اللي كيكون في الدياليز معايير دقيقه جدا باش كيتختاروا الناس اللي يقدروا انهم يستافدوا من التبرع. اي سي با فيني اون فوا كنديروا هذه المساله الطبيه كدوز من واحد اللجنه. هذه اللجنه ما فيهاش غير طبيب الكلي فيها طبيب الكلي والبناج والبسيكياتر والغاسترو طبيب الكرش وطبيب الودن يعني كيدوز من بزاف ديال الاطباء. وتتكون واحد اللجنه ديال الزرع في مستشفيات جامعيه ماشي في كلينيك ولا شي حاجه. وتنديروا الدوسي ها هو هذا السيد هو السيد ولا بعد المستشفيات اللي كتكون معنيه ماشي خاصه ومذكوره في القانون نص بيان سور اون فوا جوستمون اون فوا تتكون هذيك اللجنه كتقول فعلا طبيا هذا السيد يقدر يعطي لهاد السيده او العكس. من بعد هذا الملف هذا كيمشي للمحكمه. من فوا كيمشي للمحكمه تيكون بيان سور القاضي وتيكونوا اطباء الكلى ما عندهمش علاقه مع ليكيب وكيفسروا الايجابيات والسلبيات ديال الزرع لهذاك لو كوبل. راه هاش غيوقع اش يوقع بون هادشي سافو غابيل دي سوفونير كاين شي ذكريات كيعاودوا يرجعوا هاش غيوقع اش يوقع موافق اه سني موافق اه سني. وعاد كيعطينا القاضي موافقه باش نحددوا لا دات ديال الزرع عاد كيكون الزرع. هادشي في المغرب. اذا
عندنا بزاف ديال المراحل باش الشخص ما كيكونش كيف ما قلتي البلاصه فين اننا نهضروا على التلاعب. وكنت بغيت نسولك من خارج التخصص ديالك كما قلتي من غير مرض الكلى هضرتي قبل على الاعضاء والانسجه. هنا بغيت نسولك بالنسبه للاعضاء والانسجه اللي يمكن كيكون بهم تبرع شنو هما؟ الوغ كاينين بزاف في المغرب مع الاسف كيف ما قال سي سعيد توتالور الزرع ديال بعض الاعضاء محدوده. علاش؟ لانه ما عندناش متبرعين سورتو المتبرعين اون ايتاد مورت. انا بحالك سنيت في تريبيونال دو غراند انستانس وسورتو سورتو هضرت قلتها دابا راه في التلفازه دازت على شي انه الله يحفظ الله يحفظ الا قدر الله وكنت في الموت السريري ما يمكن يكون العائله عارفاني كنت باغي نعطي حيت صعيب الحال من بعد تمشي للمحكمه وتفيريفي واش ثانيه ولا ما ثانياش في داك الميل. دونك خصني حتى عائلتي تكون عارفه بانني انا متبرعه. فاش كيكون انسان غندور الدوره ولكن غادي نرجع فاش يكون الانسان متبرع سريري سافو دير دماغه مات ودونك كتبقى واحد شويه باش غادي يموت نهائيا. ديك الساعه راه ماشي كل واللي غادي يعطي جوج قلب كبده باش نرصد ليك الاعضاء. كاين الرئتان القلب الكبد لي زانتيستان الامعاء بيان سور الكيلي شنو كل اللي نسيت عاوتاني كاين حتى النخاع بيان سور هادو الانسجه لا مالوسوز. انا دون ما فامي جي اون بيرسون كي مي تري شير من عائلتي القريبه بزاف اللي عطات النخاع العظمي ديالها يعني بارتي لا مال فقط كطبيبه كطبيبه كنت صغيره وكنت كنرافقهم في المستشفيات على ود الزرع. وفعلا فاش كتشوفها كتشوف الحياه كتعاود تعطى الانسان اخر الاخر. واللي بغيت نسولك انت كطبيبه ديال متخصصه في الكلي بالنسبه كنسمعوا بلي العمليه ديال زرع الكلي هي اللي كتكون كبيره ولكن بالنسبه للارقام عندنا في المغرب شحال ديال الناس اللي استفدوا منها؟ ماشي بزاف. حنا ماذا بينا ما يكونوش ماذا حيت اول حاجه اللي كنقولوها بغيت ناكد عليها ديما تنقولوا وكاينه الدياليز علاش غادي نعطيه نو الدياليز بحال قلتي كتطلع شويه فوق المعدل. شو معناتها؟ معناتها الكلوه كتخدم حنا جالسين كلوه كتخدم 24 ساعه على 24 في الدياليز راه كتخدم 4 سوايع كل يومين. داكو دونك فاش كندير الانسان في الزرع بحال مؤقت بحال كما قالت كنقدروا وماشي ماشي ماشي مثالي. فاش انا غادي نعطي كلوه راه كنعطي كلوه كتخدم 24 ساعه على 24 وكتفرز بمجموعه الهرمونات وبزاف الادوار ديال الكلي اللي الماكينه ما غاديش تعوضها. لذلك لا كيسيون سيتها السؤال نسيته ولكن بالنسبه للعدد ديال الناس العدد ماشي قليل الوغ بالنسبه لزرع الكلي ما فايتاش شويه 600 زرع تقريبا 600 عمليه زرع كيلي اللي دارت الوغ كو مثلا ناخذ غير تونس راه كيديروا 600 في العام 600 في العام الدوله في حالنا. هذا هو كنسول كدكتوره بالنسبه لنا حنا في المغرب بين هذا العدد اللي قلتي وبين العدد ديال الناس اللي عندهم القصور الكلوي شحال ديال الناس اللي عندهم القصور الكلوي؟ الوغ انا نقول لك انا نمشي معاك بعيد عندنا مرض الكلوي المزمن لان تقريبا 3 مليون ديال الناس اللي كيعيشوا في المغرب كيعيشوا بمرض كلوي ماشي معناتها واصلين للدياليز. فاش غيوصلوا للدياليز المعطيات الاخيره الاوفيسيال زعما الرسميه ميرسي اللي كاينه تتقول لك تقريبا شويه فايته 33000 نقولوا واحد بلوس اكثر من 30000 واحد كيدير دياليز نصهم كيوصل للقصور الكلوي الفشل الكلوي ولكن ما كيدياليزاش كيموت قبل. هذه بعدا ديجا فاش كيوصلوا هاد 30000 ولا نقولوا 40000 اللي كيوصلوا للدياليز كنساوموهم مع 600 واحد اللي مزروع في المغرب راه مساله هزيله زرع هزيله جدا. علاش دكتوره علاش كاين هاد العدد قليل مع العلم اننا راه كنهضروا يعني اختلافا على الحالات ديال تسمعين انا كنهضر على حالات اللي يمكن غيكونوا من الاسر وكيشوفوا الشخص اللي مريض ويقدروا انهم يعاونوا. كاينين وغادي نقولوا كاينين الناس اللي ما يمكنش نزرعوا مع الاسف الناس اللي كبير اللي قلبه ضعيف ما يتحملش العمل ماشي اللي كبير في السن كاين 6 سنين سي با اون كونتر انديكاسيون فوالا المستفيد ولا اللي فيه في المغرب داء السكري ما نقدروش نعطيوه الكيلي كندوي على المغرب لي زونفون نورمالمون لي زونفون دوفري خصهم يكونوا هما الوليدات اللي خصهم يكونوا كيتزرعوا هما اللي خصهم يكونوا اولويين في الزرع الوغ كاينين اللي ما يمكنش يزرعوا. علاش ما كيتزرعوش؟ يمكن قله الوعي قله التوعيه ماشي الوعي قلة التوعية أول شيء. بالنسبة للتكلفة اللي غادي الضمان الاجتماعي ولا جميع سيفولي التأمين كامل كيف ما كيغطي الزرع كيغطي الدياليز. ومع ذلك كنسمعوا أنه راه كاين واحد التباين بين يمكن تباين على حسب أنا نقول لك مثلا إلا جينا نشوفوا الزرع كيسوى في المغرب واحد 100 ألوغ خصني فوالا خصني 260000 تقريبا واحد 26 مليون الزرع في العام الأول كنخلصوا واحد ولكن هادشي كله راه كتخلصوا الضمان ماشي هو اللي التأمين الصحي هو اللي كيخلصوا ولكن من بعد كيبدا غادي وكينقص التكلفة
فين كان فين ما كندوزو السنوات فين ما غاديش تكلف بزاف الزرع. هذاك الانسان اللي كيزرع راه كيرجع للخدمه، راه كيعيش حياته دونك ما كيبقاش مرتبط بواحد الماكينه. لا دياليز كتسوى تقريبا 20 مليون سنتيم في العام، يعني بالكلفه ديال مدى الحياه وبالكلفه ديال انه تكون صفيه كيبقى بيان سور الزرع ديما تيكون رخص من دياليز. ما على علم انه دياليز اللي خصني نقول انا زعما تنحاول نفسر دياليز من غير التكلفه المباشره، كاين التكلفه الغير مباشره. واحد ما غاديش يقرا، واحد ما غاديش يخدم، ولا لا كانت شي واحد اللي عنده الناس كيكونوا عندهم ظروف اجتماعيه، كانوا على ادويه، كانوا على تنقل اللي تيطرح مشكل، لان ماشي كلهم يمكن المناطق اللي كيتوفروا فيهم واحد المراكز ديال التصفيه معلوم. وعاد كاين الناس اللي كيديروا مثلا ساعه ونص ساعتين باش يوصلوا للمركز ديال كيلي، وكيدير داك ربع سوايع ديالو ويعاود يرجع لدارو بساعتين ساعه ونص ساعتين. اذا النهار كامل كيمشي ليه في الزرع في باردون في لا دياليز. اذا هذا الانسان ما يمكنش ينتج، ما يمكنش يخدم، ما يمكنش. لا كان راجل كبير ولا مرأة كبيره، راه بنته وحده منها راه ما كتبقى قابله غير هو. دونك كاين واحد التكلفه غير مباشره اللي كتجعل الزرع ديما التكلفه ديالو هزيله بالمقارنه مع التصفيه. كندوي على الزرع الكيلي. شكرا لك دكتوره، شكرا لك على الشهاده ديالك وعلى الاجوبه ديالك. بالنسبه للاسئله ديالنا وصلنا لنهايه الحلقه، هادشي علاش غنرجع عندك حسنا ونقول لك اخر كلمه بالنسبه للمشاهدين. اللي قدر يدير شي حاجه يديرها فريمون، ما تخافوش. عطيو الاعضاء ديالكم. غتقولوا لي وي سهل سهل، حتى حاجه ما صعيبه، كلشي سهل. اللي دار قال ودل فعلا. شكرا لك مره اخرى، ونرجع لك اسماعيل كلمه اخيره بالنسبه للمشاهدين. قالت ما عنده شي حاجه ومؤمن بها، خاصو يعاون الناس. واهم حاجه اللي غنوصي عليها هما الناس ياخذوا وقتهم ويمشيو للمستشفيات العيادات المركزه ويشوفوا بعينهم تما عندهم يعرفوا بحق الصحه وبحق كيفاش تعاون الانسان. شكرا لك مره اخرى، ونرجع عندك دكتوره فاطمه زهراء كلمه اخيره بالنسبه للمشاهدين اللي متابعينا اليوم في الحلقه. ما خاصش واحد يتردد باش فاش ماشي يتردد قدام ايمانه بشي بان كوز ماشي قضيه. القضيه ديال الزرع راه كتهمنا كاملين. كيف ما نبغي انا الله يحفظ لي مرض لقى لي يعطيني، خاصني حتى انا نعطي لكن الصحه جيده. شكرا لك دكتوره. مشاهدينا شفنا انه كيف ما احنا كيف ما اشخاص عزاز علينا يقدروا في يوم يحتاجوا للزرع، وشفنا ان المغرب كيسخر بكفاءات اللي قادره تقوم بهذا النوع ديال العمليات. كان هدفنا اليوم نسلطوا الضوء على واقع ديال تبرع بالاعضاء في المغرب، ونقربوا المشاهدين من الصوره، ولما لا نساهموا في النشر ديال الثقافات ديال التبرع. نهاية الحلقة، نضربوا لكم موعد الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله.